Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Uwais. Ismi Muawiyah. Ana talibul ilmi bi ma'hadil ukhuwati al-islami suku harju. Ana ajalisu fi shafi sadis al-ibtida'i bil madrasati salafiyyati al-ula al-ukhuwah. Qala al-allamatu Sulaimanul Jamzuriyyu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadan nadmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Samaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihiyyi dil kamali. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Linnuni indaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhut tabayini. Fal awalul idharu qabala ahrufi lil halqi sittin nuttibat fal ta'rifi. Hamzun fa'un thumma aynun ha'u muhmalatani thumma ghaynun kha'u. والثاني إدغام بستة آتت في يرمولون عندهم قد ثابتت لكنها كسمان كسم يدغما فيه بغنات بيا معلما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم قدنيا ثم سنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والر ثم قررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميمًا بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفضل من الحروف واجب للفضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمي هذا البيت قد ضمنتها صف داثانا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طوقا ظليما وغنى ميمًا ثم نونا شددة وسمي كلا حرف غنات بدا والميم إن تسكن تاتي قبل الهجا لا آلف لينات لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية واخدر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي ليامي الحالان قبل أحرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرات خذ علمه من بغي حجاك وقف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرات أيضا ورمزها فعي بثم صل رحما تافس دفتاني عم دعسوا أغضا ننزل شريفا للكرم ولا مال لا سميها قمرية ولا مال أخرى سميها شمسية وأظهرنا لا ما فعل مطلق في نحوي قلنا عم وقلنا والتقى إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقربا وفي الصفات اختلافا يلقبا متقاربين أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقيقة بالمتاجان سين ثم إن سكن أول كل فالصغيرا سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفامنه بالمثل والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مستلى حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وحيا في نوعها والقصر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا
للمدي أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بعد الكأمان وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصيلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمانين حصر يجمعها حروف قمع سل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر سله سحيرا من قطع قد اشتهر وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذنوها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع شكرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.